معنا معنا الأخ خالد. خالد مساء الخير. السلام عليكم، مساء الخير. مساء النور، هلا وسهلا خالد، سعداء جدا نسمع صوتك من جديد. تسلم، وأنا أسعد، وكان ودي بصراحة أن يكون في موقف أفضل من ذا الموقف، ولكن رغم كل التفاعل اللي كان يوم الواقع يفرض نفسه بصراحة. خروج بصراحة يعني مهما قالوا ومهما تكلموا وبرروا أن ما صارت قبل كذا أو عفوا أنها صارت وطلعنا من عمق الزجاجة، لأنه في الأدوار التمهيدية يعني شوي صعبة، عطفنا للتاريخ يعني، لكن ما نقول إلا الله يعوضنا بخير إن شاء الله. طيب برأيك بالقرارات اللي صدرت مؤخرا؟ بصراحة أنا أنظر لها يعني كثير من المشاركين في تويتر أنه قالوا هذا قرار كان بيتنفذ في يونيو القادم، لكن أنا أتوقع أنه كان قرار بيصدر الأربعاء اللي مضى وتحسبا للنتائج، وهي بصراحة متوقعة، وأي واحد يشوف الإمكانات اللعيبة على الورق قبل ما ينزلون الملعب يقول انه طالعين لا محالة. الا انت كمشاهد ومتابع، فانا اتوقع انها تأخرت من الاربعاء الى الاربعاء، هي مجرد تأخير اسبوع يعني. طيب الهدف من هذا القرار ايش؟ الهدف واضح وصريح يعني، امتصاص الغضب اللي في الشارع الرياضي، مع انه انا بيني وبينك ما اشوف فيه ذاك الغضب من الشارع الرياضي، الغضب من اول يعني، لانه واضح التخبطات من ايام الخطط المدروسه وحنا في تخبطات. يعني انا اشوف اليوم يعني مجرد نتيجه طبيعيه للوضع اللي كان صاير، الغضب من اول، ولكن العالم ممكن قالوا يعني هو ما في اليد حيله، هو بين يوم وليله ما تقدر تسوي شيء. أتوقع أن خططنا 10 سنوات أثبتت فشلها، والحل لازم يكون برضه نصبر عليه كمان 10 سنوات. أتوقع يعني أنت ترى أن عودة السعودية تحتاج 10 سنوات أخرى؟ الله يستر ما تكون أكثر.